إذا أردت أن تكون فقيها على الحقيقة فابدأ أولا بمعرفة التعليق، يعني تعرف الأحكام مجردة، تأخذ متنا فقهيا وتفهم هذا المتن فقط، لا عليك من شروحاته التي تتعلق بالأدلة والتفريع، وإنما تأخذ هذا المتن. وما وأي متن تختار؟ تختار المتن السائد والمشهور في بلدك الذي يقرئه الناس والمشايخ، لأنه مشهور ويوجد من المشايخ من يدرسه، فتأخذ متنا فتحل ألفاظه فقط تفهم الفروع. فإذا أنهيت هذا المتن كله رجعت عليه بالتحقيق. وما هو التحقيق؟ هو معرفة أدلة هذا المتن. فإذا رجعت إليه مرة أخرى وضبطت هذا المتن وكنت ممن وفقه الله عز وجل للفهم، تنتقل بعد ذلك لما يسمى بالتدقيق. التدقيق أن تعرف الخلاف في المسائل الفقهية وأدلة الخلاف بعد ذلك.